الزراعية مباشر. حد يسمع لينا؟ أنا عندي مشكلة. يا بيه عايز محدش يعرف. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا احنا بنتابع يوميا هذا الموسم الهام، موسم حصاد القمح، وده لأكثر من سبب. السبب الأول إن احنا بنتكلم على المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، اللي هناك خطة الدولة بتنفذها وبتتبعها من سنين طويلة علشان نقدر نحقق اكتفاء ذاتي من القمح. وكان في سباق كبير جدا ما بين انتاجنا من الاقماح وما بين الزيادة السكانية، ولولا البحث العلمي والتطور اللي حصل في الابحاث العلمية وتنفيذها ومتابعتها كان الوضع اتبدل، وكنا الان بنتكلم على نظرة في الاقماح اللي احنا نقدر نوفرها للمصريين. ولكن الحمد لله بفضل البحث العلمي نقدر نقول ان في انتاجية ايضا تضاعفت خلال السنوات الماضية من نفس وحدة الارض ومن نفس كمية المياه، بل هناك بعض الاماكن اللي نقدر نقول حصل توفير ايضا في المياه، لان البحث العلمي وفر اصناف وهجن جديدة انتاجيتها مرتفعة، وبالتالي قدرنا ان احنا نحافظ على الاقل على الكميات اللي احنا بنستوردها من الخارج. لكن الهدف مش كده فقط، الهدف ان احنا دايما يبقى فيه تقليل للفجوة الاستيرادية. انا عندي زيادة سكانية سنوية وبتحتاج ايضا ان انا يبقى عندي انتاج اكتر ومضاعفة لمجهودي. ده بيتم من خلال مشاريع قومية، بيتم من خلال توفير نظم حديثة لجمع وحصاد الاقماح، وايضا تخزينها بصورة امنة، لان احنا دايما بنتكلم ان انا عندي نسبة كبيرة جدا فاقد حوالي 20% تقريبا من اجمالي المنتج. موسم القمح من المواسم الهامة بالنسبة للدولة وبالنسبة للفلاح، لانه من اكتر من سنة وهو بيورد المحصول وبيكسب وبيحقق نجاح، وده هدف مهم جدا ان الراجل اللي اشتغل طول الموسم، الفلاح اللي وفر لك رغيف العيش، من حقه ان هو يحصل على هامش ربح. في هذا الموسم تعرض القمح لعدد من الازمات، ولكن الحمد لله تم تجاوزها وتم تصحيح الاخطاء وتم التعاون بصورة كاملة مع الفلاح المصري. في بعض المخالفات بيتم رصدها سنويا، وفي هذا الموسم كان هناك ضوابط لتلافي هذه الاخطاء اللي ممكن تصل الى حد الجريمة، ان احنا نأمن الاقماح اللي داخله الصوامع والشون، ان دي تكون اقماح منزرعة في هذا الموسم، اقماح محلية الزراعة، ما فيهاش اي نوع من الخلط، ما فيهاش اي نوع من الغش. ده علشان يتم في ظل هذه المساحات الكبيرة وبعض المشاكل المتعلقة بالحيازات الصغيرة او الاراضي المستأجرة او اراضي واضعي اليد، المشاريع العملاقة، كل ده بيحتاج مجهود كبير. عشان كده احنا من اول استعداداتنا لموسم حصاد القمح كنا بنتابع وبنسأل كل المسؤولين على مستوى الجمهورية هنعمل ايه في هذا الموسم. الفلاح نفسه بيسأل هيورد ازاي وهيبيع بكام ومين اللي هياخد منه القمح وايه الاوراق اللي مطلوبة منه. اجتماعات مكثفة بين وزارة الزراعة ووزارة التموين لوضع ضوابط تسليم الاقماح، وضع الضوابط اللي الفلاح يمشي عليها تحقق له ان هو يقدر يوصل محصوله وياخد حقه، والدولة ايضا تجمع اكبر قدر من الاقماح المنزرعة، لان ده هيحقق الهدف اللي بنتكلم عنه، ان انا ازاي اقلل من استيرادي من الخارج. هل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هو مستحيل؟ بمعنى هل امكانياتي والاراضي الزراعية والمياه والتنافس الشديد بين المحاصيل يؤهلني كدولة ان انا يبقى عندي اكتفاء ذاتي من القمح؟ سؤال يحتاج ان احنا نتابع فيه مع علماء مصر الجهود المبذولة على كافة المسارات، ازاي نزرع، ازاي نخزن،
ازاي نستفيد اكتر من البحث العلمي حتى في تصنيع رغيف الخبز. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من الزراعه المباشره. برحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعه.